لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. قبل البداية أدعوكم إخواني الكرام للإعجاب بالفيديو وكذا مشاركة تعليقاتكم وآرائكم معنا تشجيعا لنا. إليكم أبرز العناوين: المدرب وليد الركراكي يعلنها رسميا للحفاظ على اللاعبين الأساسيين في الموسم القادم. ساعد النصيري يتراجع عن التعاقد مع مهاجم نادي مالاغا الإسباني. الوداد الرياضي يصاري من التعاقد مع هداف الدوري البوركينافي لتعويض رحيل أيوب الكعبي. وفي خبر عاجل، ساعد النصيري يدخل في منافسة قوية مع الرجاء الرياضي للظفر بخدمة مهاجم جزائري بالميركاتو الصيفي الحالي. يغيب 7 لاعبين عن تدريب النادي الأحمر التي انطلقت يوم الأحد الماضي، حيث غاب المهاجم بلال الزياني وأيوب بن الشاوي والليبي مؤيد اللافي والمهاجم الإيفواري كاكبولوران جونيور، بالإضافة لأيوب المودن وإبراهيم نجم الدين. ويغيب اللاعب بلال الزياني لأسباب مجهولة، شأنه في ذلك شأن المهاجم الإيفواري كاكبولوران جونيور الذي لعب في الموسم الماضي لنادي الطائي السعودي على سبيل الإعارة. هذا في الوقت الذي يشترط فيه المدرب وليد الركراكي إخضاعه لإبراهيم نجم الدين وأيوب المودن للاختبار قبل حسمه لمستقبلهم رفقة النادي الأحمر الموسم القادم. بينما يأتي غياب اللاعب الليبي مؤيد اللافي لمشاركته بالمعسكر الإعدادي للمنتخب الليبي بتركيا، حيث يرتقب عودته بعد أسبوعين كاملين إلى المغرب. قرر المدرب وليد الركراكي إبعاده للاعب وداد بارز عن نادي أولمبيك آسفي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية. وكشف مصدر ودادي مسؤول أن اللاعب أيوب سكوما كان ضمن اهتمام نادي أولمبيك آسفي بالميركاتو الصيفي الحالي، موضحا أن فوزي جمال كان يرغب في ضم اللاعب المذكور، وذلك في ظل إمكانياته التقنية التي يتوفر عليها بالإضافة لرغبة اللاعب الودادي في تغيير الأجواء. وبات اللاعب أيوب سكوما أول اللاعبين الذين سيكون لهم دور كبير في مجموعة المدرب وليد الركراكي، وذلك بعدما كان من أكبر المرشحين لمغادرة الفريق الأحمر في حال استمرار المدرب فوزي المنصرسي على رأس الإدارة التقنية للنادي. لكن بعد تعاقد الوداد الرياضي مع المدرب وليد الركراكي سيعيد الثقة للاعب أيوب سكوما من أجل البقاء رفقة النادي الأحمر الموسم القادم. تراجع سعيد النصيري في آخر لحظة عن التعاقد مع المهاجم عمر العمراني لاعب نادي مالاغا الإسباني، وذلك بعدما كان قريب من التوقيع للفريق الأحمر خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية. وأكدت بعض المصادر أن عدم التوقيع للاعب عمر العمراني كان بتوصية من المدرب وليد الركراكي، وذلك لعدم اقتناعه بمؤهلاته التقنية والبدنية ليرفض التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وكان عمر العمراني سيوقع في كشوفات الوداد الرياضي في صفقة انتقال حر، وذلك بعدما فك ارتباطه بنادي مالاغا الإسباني الذي كان قد انضم إليه قبل سنتين بعقد احترافي لمدة 5 سنوات قادما إليه من أكاديمية محمد السادس. رفض المدرب وليد الركراكي التخلي عن خدمة اللاعب سفيان كركاش بالميركاتو الصيفي الحالي، وأكد المدرب وليد الركراكي أنه سيمنح فرصة جديدة لسفيان كركاش، حيث قرر عدم تسريحه لفريق أولمبيك خريبكا الذي أبدى رغبته في ضمه بالميركاتو الصيفي الحالي. وكان المدرب وليد الركراكي قد أوضح في وقت سابق خلال الأسبوع الماضي أنه لن يؤشر بالرحيل لأي لاعب من الوداد الرياضي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك قبل وقوفه على الإمكانيات التقنية لجميع اللاعبين. كما استغرب لتهميش اللاعب سفيان كركاش داخل النادي الأحمر، وذلك رغم أنه كان يعتبر واحد من أبرز المواهب الكروية بالدوري المغربي. رفض مسؤول أولمبيك آسفي العرض المقدم من طرف الوداد الرياضي لمقايضة حمزة خابة بلاعب الفريق الأحمر أيوب المودن، والذي لعب في الموسم الماضي على سبيل الإعارة لأولمبيك آسفي. وكشف مصدر ودادي مسؤول أن أولمبيك آسفي يرغب في الاستفادة من مقابل مالي مقابل مغادرة حمزة خابة إلى النادي الأحمر، وذلك للتخفيف من حدث الأزمة المالية التي يتخبط بها الفريق، حيث يدرس حاليا عرضين من المغرب الفاسي واتحاد طنجة بالميركاتو الصيفي الحالي. ويرغب النادي الأحمر في تعزيز خط هجومه بلاعبين في المستوى تحسبا لرحيل أيوب الكعبي، وأيضا لتقوية تشكيلته الموسم القادم من أجل تحقيق نتائج إيجابية ومواصلة المنافسة على الألقاب. ويعتبر حمزة خابة من اللاعبين المميزين بأولمبيك آسفي، وذلك راجع للمستوى الجيد الذي قدمه رفقة فريقه الموسم الماضي.
أكدت بعض المصادر أن حسنياس أكادير يسعى للتعاقد مع المهاجم البوركينافي محمد لامين وسارة بالميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بعدما أبدى الوداد الرياضي هو الآخر اهتمامه بالتعاقد مع هداف الدوري البوركينافي الذي قدم مستوى جيد رفقة فريقه الموسم الماضي. ويسعى النادي الأحمر للظفر بصفقة المهاجم محمد لامين وسارة لتعويض رحيل أيوب الكعبي الذي انتهى عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الكروي الماضي. ويعتبر محمد لامين وسارة ظاهرة الدوري البوركينافي، حيث تسعى مجموعة من الأندية للظفر بخدماته خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وفي مقدمتها نادي الأهلي المصري وستاندرد ليج البلجيكي بالإضافة لنادي الوداد الرياضي وحسنياس أكادير. أكدت بعض المصادر أن مسؤولي النادي الأحمر دخلوا في منافسة قوية مع الرجاء الرياضي للتعاقد مع المهاجم الجزائري عبد الرحمن مزيان، اللاعب السابق للترجي التونسي والذي جاور الاتحاد الجزائري في الموسم الماضي. وأضافت المصادر أن كلا الفريقين مقتنعان بمؤهلة اللاعب الجزائري عبد الرحمن مزيان الذي قدم مستوى جيد رفقة فريقه الموسم الماضي بالدوري الجزائري. ويسعى النادي الأحمر للتعاقد مع المهاجم المذكور لتعويض رحيل أيوب الكعبي الذي قرر مغادرة الوداد الرياضي بالميركاتو الصيفي الحالي. وكان نادي الترجي التونسي قد أعلن الأسبوع الماضي فسخه لعقده مع المهاجم الجزائري عبد الرحمن مزيان ليصبح بذلك لاعبا حرا بالميركاتو الصيفي الحالي.